هل ينفع اني احط امتى المقاييس بتاعت اختيار الصديق عند ابني؟ لا يعني من غير ما اختار له، من غير ما يخش عليه اقول له انا مش موافقه على صاحبك ده لانه هو بيشرب سجاير، لانه بيرد على مامته، امتى بقى استغنى عن كل الكلام ده بمقاييس انا حطاها في ابني او بنتي؟ لما طبعا لما لا يعني بتبتدي من انا امتى؟ معاها، هو اسلوب تربيتها الاسلوب المعتمد على التقبل، اللي هو ما فيش نقد، ما فيش رفض، ما فيش شتيمه، ما فيش ان انا الزق فيش فيه عنف، صفه، مفيش خوف. ما فيش خوف، في تقبل. والتقبل هو مش معناه ان انا موافقه بس، انا سمع، انا عندي انصات، ودي اهم حاجه. مش السمع، مش ان انا بسمع عشان هرد عليه، مش ان انا بسمع عشان اقول له لا اللي انت عملته، انا لا متفهمه. ايوه انا مستوعبه، انا متفهمه، حتى لو في حاجه غلط احنا بنحلها. طب يعني افرضي في الحوار انا اكتشفت ان هو بيحكي مثلا كده زي في حاجه غلط، انا مش مقتنعه، انا عايزه اقول له، عايزه اوجهه، طرق التوجيه في اللحظه ما دي بتبقى عامله بتبقاش ازاي؟ بطريقه مباشره مع يعني الأطفال، وخصوصا مع الأطفال في المرحلة الطفولة المبكرة والطفولة المتأخرة اللي هي مرحلة كي جي ومرحلة ابتدائي، اوكي ما بتبقاش بالطريقة اللي هو لا ما تعملش كده مع صاحبك، صاحبك ده كذا، أو لا هي بتيجي تحكي لي أو هو ابنك بيجي يحكي. لما خلاص هو اتعود ان العلاقة اللي بينكم فيها تقبل، فهتيجي تحكي لك كل حاجة بتحصل في يومها. اوكي لما هتيجي تحكي لك كل حاجة بتحصل في يومها، تيجي تقول لك انا كان عندي صاحبتي عملت معايا كذا يا مامي، فهي اقول لها ايه، طب انت ايه رايك في اللي هي عملته؟ طب اطلع منها هي الاجابه، اطلع منها هي الصح اللي انا اصلا من الاول شغاله معاها عليه. فبالتالي كده دكتور عندك تعليق للكلام لا او تمام زياده؟ تمام ممكن بس هو تزود. الجمله الاخيره اللي حضرتك قلتيها ليها اللي انا من الاول شغاله عليها، ده دي جمله اساسيه. اللي هو من فكره البدايه لازم من نبتدي البدايه، من من بدري، ايوه البدايه في حاجات احنا بنبنيها في اللي اطفالنا هو من عشان سن سنتين مثلا من ولا اول ما بيتولد. دي حقيقه. انا مثلا عشان لما اقول من اول ما يتولد الناس هتستغرب، مثلا انا عايزه ابني ما يبقاش عصبي من اول ما ايوه يتولد، من ازاي اول ما بقى؟ يتولد ما بقاش عصبيه. لو انا عصبيه مع ما صدرش بيبي اي رضيع حاجه عنف في هو البيت، هيبقى عصبي، دي لو انا حقيقه. بغضب مع بيبي، لو انا بتفزع مع بيبي رضيع هو هيتعلم يتفزع، وهكذا تدريجيا. المواعيد مثلا، الالتزام المواعيد مع الطفل، لو انا ماشي معاه على الالتزام بالمواعيد، الكذب، المصداقيه، الانجاز، لو انا بعمل الحاجه بعملها صح قدامه هو هيتعلم ده. ده هيسهل عليا ايه؟ هيسهل عليا انه انا لو معترض فيما بعد على حد من اصدقائه في كود بيننا وبين بعض، الصديق ده بيتأخر في مواعيده، الصديق ده بيكذب، الصديق ده مش شاطر، في كود اوريدي احنا اسسناه مع بعض انا وابني او انا وبنتي. الكود ده هو المدخل لانه ازاي نتكلم على الاصدقاء بعد كده ونتكلم على الصحاب بعد.